الرئيس التركي يقوم بجولة إلى 3 دول خليجية، ومصدر سعودي يتحدث عن حوار مهم يتناول الأعماق الاستراتيجية والمجالات الحيوية، وولي العهد السعودي تلقى دعوة لزيارة بريطانيا. مؤخراً كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن جولة يعتزم القيام بها إلى 3 دول خليجية هي السعودية، الإمارات وقطر. الجولة تستمر 3 أيام بين 17 و19 من شهر يوليو الجاري، وتهدف لتعزيز العلاقات بين تركيا وبين الدول الخليجية 3 بشكل أكبر. في تصريح له بعد عودته من ليتوانيا، أمل أردوغان أن تؤدي هذه الزيارة للتوصل لاتفاقيات واستثمارات خليجية كبيرة في بلاده. الرئيس التركي لفت أيضاً إلى وجود تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، موضحاً أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة لها خلال الزيارة. الخبير السعودي في العلوم السياسية والعسكرية الدكتور محمد بن صالح الحربي صنف الحوارات التي ستجمع تركيا بالدول الخليجية كحوارات تتناول الأعماق الاستراتيجية والمجالات الحيوية. الحربي رأى أن رفاهية الوقت غير موجودة، وأنه لابد من التعامل مع الملفات ببراغماتية ووفق المصالح الذاتية والمشتركة. الخبير السعودي أوضح خلال لقاء تلفزيوني حديث أن المرحلة الراهنة تشهد رسم ملامح خرائط جيوسياسية جديدة لنظام متعدد الأقطاب. وعن العوامل التي أدت لتغيير سياسات أردوغان تجاه الدول العربية، قال الحربي إن تركيا عادت لأنها تدرك الأعماق الاستراتيجية. كذلك رأى المتحدث السعودي أن الملف السوري التركي لن يكون عائقاً، وأنه سيتم التوصل إلى توافق بين الدولتين. في سياق آخر، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة لندن. كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي بريطاني قوله إنه لم يتم بعد الاتفاق على التجهيزات الدقيقة للزيارة ولا على موعدها، متوقعاً أن تحصل في أكتوبر أو نوفمبر 2023. مصادر فاينانشال تايمز اعتبرت أن الزيارة المرتقبة ستكون أحدث علامة على ترحيب الدول الغربية بعودة بن سلمان بعد 5 سنوات من الغضب الدولي الواسع بعد قضية الصحفي جمال خاشقجي. كذلك لفتت المصادر إلى أن لندن سعت في السنوات الأخيرة الماضية لتعزيز علاقاتها بالرياض وبدول الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.